موجز أخبار الكان على هيبة بريس من سان بيدرو. أهلا بكم. نهاية مشوار بوفال في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة. على الناخب الوطني وليد الركراكي انتهاء مشوار سفيان بوفال في الكان بسبب الإصابة. وقال الركراكي في تصريح له قبل المباراة أن بوفال سيغيب حتى نهاية الكان بسبب الإصابة لأن حالته معقدة. أضاف أن احتمال عودته للملاعب خلال الكان سيكون معجزة رياضية. تغييرات مرتقبة في التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا. ينتظر أن يجري الناخب الوطني وليد الركراكي تغييرات مهمة في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. ومن المرجح أن يعتمد الركراكي على عبد الصمد الزلزولي منذ البداية مكان سفيان بوفال، على أن يمنح الفرصة لأمين عدلي لشغل مكان حكيم زياش الذي لم يتعافى بعد من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل. كما يرتقب أن يشهد خط الدفاع عودة القائد رومان سيس بعد غياب عن المباراة السابقة أمام زامبيا، يعود بذلك يونس عبد الحميد إلى مقاعد البدلاء. الجامعة الكونغولية تلجأ للطاس ضد وليد الركراكي. في بيان أصدرته الجامعة الكونغولية لكرة القدم أبلغت هذه الأخيرة عن نيتها في رفع قضية المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي لمحكمة التحكيم الرياضي الطاس، احتجاجا منها على القرار الذي صدر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف والذي ألغى كليا القرار الصادر عن اللجنة التأديبية والذي كان يقضي بتوقيف وليد الركراكي لأربع مباريات، اثنان منها موقوف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب $5,000. وصفت الجامعة الكونغولية قرار لجنة الاستئناف برفع عقوبة عن وليد الركراكي بغير العادل، وقررت اللجوء للطاس فور توصلها بالقرار المستأنف.